لقاء جمع الفاعلين في مجال الطاقات المتجددة لتوضيح كل المؤشرات الضرورية للمستثمرين الجزائريين الخواص للمشاركة في أول مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميجاوات من الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج 2030. تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة سيخلق حراكية اقتصادية ويوفر حوالي 700,000 منصب شغل لفائدة شبابنا. المشروع الذي يعول عليه لتحديد قدرات الخواص في هذا المجال يعد تجربة أولية تضاف إلى ما أنتجه مجمع سون الغاز والمقدر بأزيد من 343 ميجاوات موزعة على الهضاب العليا والجنوب. Donc aujourd'hui, l'industrie nationale ne peut fabriquer que 200 ميجاوات. Donc c'est pour cela que اليوم المشروع هذا في 150 ميجاوات. غدوة لما الهندسة الوطنية تقدر تعمل 1000 ولا 2000 ميجاوات، المشروع يكون ب 1000 ولا 2000 ميجاوات. هو المشروع يتطور على حسب تطور الهندسة الوطنية. اللقاء شهد نقاشات لإطراء دفتر الأعباء الخاص بالمناقصة من خلال الإحاطة بانشغالات المستثمرين الخواص في هذا المجال قبل الإعلان عن المناقصة رسميا نهاية شهر ديسمبر المقبل. إرادة تاع الدولة موجودة، نتاع الحكومة موجودة، نتاع المتعاملين الاقتصاديين موجودة. ممكن الحل الوحيد اللي مازال درك سي لاكومبانيمون des entreprises sur le plan financier, sur le plan des crédits, sur le plan de l'écoute. هذا هو المشكل. التسهيلات هي من بينها التسهيل العقاري، التسهيل الضريبي، التسهيل الجمركي، لانه بنزع هذه العراقيل، انا نقول عراقيل ضريبيه، راحين نجموا نجلبوا اكثر عدد من المستثمرين الاجانب يستثمروا في الجزائر. المشروع وإن كانت طاقته الإنتاجية قليلة مقارنة بالبرنامج المسطر، إلا أن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة.